سؤال، واحد بيقول أين النسخة الأصلية للكتاب المقدس؟ ولماذا لم تطبع الكنيسة الأرثوذكسية هذه النسخة؟ وذلك لأن جميع النسخ الموجودة هي التي إلى آخر، التي فيها الآية التي تقول عزاء المنعم عليها وليس الممتلئ. نعم، هو النسخ الأصلية للكتاب المقدس باللغة اليونانية، ولو نشرنا حاجات باللغة اليونانية مش هتستفيدوا حاجة. وفي ترجمات قديمة جدا إلى اللاتينية وإلى القبطية وإلى السريانية، ترجمات قديمة، ولكن برضو مفروض أن يوجد بين أيديكم الترجمات اللي تفيدكم. فأنت عايز ترجمة عربية، طبعا ما فيش ترجمة عربية إلا بعد القرن الثامن الميلادي. لأن اللغة العربية ما دخلتش عندنا غير في القرن السابع، وما أصبحتش لغة الدواوين إلا في القرن الثامن، فيبقى مش نسخة أصلية، كلها ترجمات. إن كان الترجمة اللي عندك بتقول المنعم عليها دي الترجمة البروتستانتية، لكن في الترجمة الكاثوليكية فيها الممتلئ نعم، وفي الترجمة القبطية فيه الممتلئ نعم.